اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. محمود عاشور انجاز كبير، الميداليه اهي، واكيد عاشور النهارده قبل حتى ما استضيفه قبل ما اساله اكيد هيهدي الميداليه يا لاتحاد الكوره يا لجنه الحكام اللي وقفت معاه، اكيد ملهاش حل تاني من قبل ما اساله. شرفتنا ونورتنا ورفعت راسنا، فخورين بيك. ربنا يخليك كابتن، انا اللي بشكرك وبشكر دعم الاعلام المصري كله وزمايلي الحكام والعاملين والمتقاعدين، كل اللي وقف معايا في مشوار التحكيم من ساعه ما بدات لغايه المرحله اللي انا وصلت ليها بفضل ربنا طبعا، ومجهودهم وفرحتهم بيا ومساندتهم دي حاجه كبيره قوي. كابتن سمير عثمان، بتشرف بحضرتك دايما وبتشرف بوجودك دايما معايا. اهلا وسهلا كابتن سيف بحضرتك، وانا النهارده مبسوط ان اكون مع محمود عاشور. محمود عاشور عمل انجاز كل واحد مصري فخور بيه، وخاصه الحكام. تاني اولمبياد يلعبوا باذن الله، بيتحضر لكاس العالم للانديه وكاس العالم الكبير ان شاء الله. محمود يستحق كده، ربنا يوفقه. شايف الدخله نفسها كابتن مش حلو ليه؟ يعني شايف الدخله، انت مبسوط انك موجود مع محمود عاشور. محمود عاشور بيشكر الاعلام طبعا، وانا صوتي راح. طب انت عاوز ايه؟ فيعني عاوز نزعل. انا شايف القصه كده، فاهم قصدي؟ شايف ان موجود بيروح يا كابتن. طب انت عاوز ايه؟ انا شايف ان احنا بنضيع، يعني شايف ان البدايه لا، ده انجاز يعني. انجاز محمود عمل حاجه حلوه لازم نشيد بيها بصراحه. والحاجه الحلوه يا كابتن اللي احنا عملناها، والراجل بقى جمعنا كلنا مع بعض ما احنا قلنا يعني كابتن المجهود فين؟ صوتنا اللي راح فين؟ انت يعني؟ متشكرين يا كابتن سيف؟ كده كويس؟ ماشي يلا بينا. لا مرضيه، اصل انت هتروح فين؟ ما انت قاعد معايا. انت فاكر انت لما قلت كده ده اخر المشوار يعني؟ انت هتروح مع عاشور؟ لا لا انت مكمل معايا طول السنه، هتروح فين يعني؟ حبيبي يا كابتن، متشكرين يا كابتن. حبيبي يا كابتن، متشرف بوجودك دايما. تهديها لمين؟ لحكام مصر. حكام مصر كلهم، اللي موجودين دلوقتي والمرشحين لكاس العالم واللي ان شاء الله يكونوا موجودين، واللي انا متاكد ان احنا هيكون عندنا طاقم واثنين موجودين، اذا كان امين عمر او معروف ومعاه ابو الرجال ومعاه احمد حسام. اعتقد ان شاء الله هيكون في طاقم عندنا في كاس عالم الانديه اللي موجود، وان شاء الله طاقم في كاس عالم اللي موجود 26 ان شاء الله اللي موجود في كندا والمكسيك. قلت لي كلمه قبل ما اروح، فاكرها؟ انت قلت كلمه قبل ما تروح، قلت ايه؟ قلت ان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه. قلت كلمه وكمل. اصعب من كده، قلت اتحاد الكوره عمل فيا ايه؟ انا اللي حصل فيا ايه؟ لا هو كان يمكن كان عندي احباط شويه قبل ما مسافر الحقيقه، وكنت متوقع ان الدنيا تبقى احسن من كده والامور تخلص يعني. بس انا عايز اقول لك، انا عايز خلاص بقى موضوع صفحه واتقفلت، ونقفل الصفحه خالص ونبدا في حاجه جديده، ونبص في اللي جاي. يعني نبص في اللي جاي يبقى افضل، لان خلاص يعني مش هنقعد نتكلم على حاجه حصلت وكل الناس عرفتها واتكلمنا فيها كتير. هو اتحاد الكوره صالحك ولا انت قافل الصفحه مع نفسك؟ هو انا لغايه دلوقتي قافل الصفحه مع نفسي بس. وان شاء الله الامور تمشي يعني. يعني انا قافل الصفحه مع نفسي. كان في يمكن النهارده في مكالمه مع ابراهيم. ابراهيم ده مين؟ ابراهيم نور. بصفته يعني دلوقتي موجود في اللجنه. واتكلمنا في اللي جاي والامور شكلها عامل ازاي. واعتقد ان على زي ما سمعت ان مستر بريرا خلاص قعد وانتهى، وان شاء الله يبقى في تشكيل لجنه جديده، يبقى الامور جايه في التحكيم تبقى الامور افضل واحسن. ومنين نور الدين قال لك ان الراجل اللي قعده انت مش هيكمل؟ لا يعني هو ده الشاهد دلوقتي، او يعني المفروض اللي احنا عارفينه ان الامور خلاص، يعني ان الراجل مش هيكمل، وان الامور في سبيل ان في تشكيل لجنه جديده هتيجي. نتمنى ان هي تكون يعني شامله عدد كبير جدا من الناس اللي موجوده، قامات كبير جدا موجوده في التحكيم تقدر تدير وتقدر تعمل حاجه كويسه باذن الله. راي حضرتك. والله بص يعني طبعا اتحاد الكوره استاذ جمال علام انا عارف انه كان بيحاول بيتصل بعاشور كذا مره، بس لكن الدعم كان لازم يجي من لجنه الحكام، لان يعني مش شيء طبيعي ان يبقى حكم اكتر حكم لعب في الكان في افريقيا كان محمود عاشور، وما فيش اي مباراه صفاره قدرها خلاص، ولا في اي مباراه قدرها للفار، وبعد كده يتم استدعائه وترشيحه انه يروح اولمبياد. يعني انت المفروض يبقى في دعم ليه ويلعب في الدوري المصري. ما جاتش من الدوري المصري، بل بالعكس راح لعب في الدوري السعودي اكتر من ماتشين عشان يتمرن للاولمبياد. انا شايف لجنه الحكام اللي كانت موجوده اخطات كتير جدا في حق واحد مصري اللي المفروض بيمثلك زي المنتخب بتاعنا يا كابتن سيف، كان بيلعب مباراه وديه عشان يقدر يعمل شكل كويس. عاشور نفس القصه،
طبعا سواء عاشور قاعد او مش قاعد لازم الكلام ده انا بقوله عشان ده حكم مصري نجح. انا عارف استاذ جمال علام حاول يساعده في حاجات كتيره، لكن الحاجه الرئيسيه كانت لازم تيجي من لجنه الحكام، كان لازم يبقى فيه وقفه ويقول له انت عندك، وهو الحكم ده زي اللعيب كان بيتمرن فين؟ عاشور قعد 9 أشهر يا محمود، انا من شهر 2 لغايه شهر 8. مش معقوله وانت رايح على الاولمبياد، لان اعظم حاجه اي رياضي يقدر يوصل لها ولا تمرين ولا مباراه. ايه الخطا؟ لو عاشور كان اخطا يجيبوه ويحاسبوه. عاشور اخطا؟ اخطا في ايه؟ ما انا مش عارف، ما انا بقول لك لو اخطا يجيبوه يحاسبوه. هو خلي بالك لما يحصل المشكله او يبقى عندك مشكله وتطلع تسردها، او حتى لما يبقى في مشكله وتتكلم فيها في الغرف المغلقه في اللجنه ومع رئيس اللجنه. طب ابراهيم نور الدين قال لك انك اخطات؟ لا 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 خالص، ما اتكلمناش، ما يعني ما اتكلمناش في ده. هو قال على الهوا كده؟ لا، ما هو ابراهيم اتكلم على تصريحات ان انا طلعت واتكلمت، بس هو ابراهيم عارف ان في الاجتماع اللي كان موجود، انا برضو مش عايز ارجع للي فات، بس طالما خلينا يعني نبذه مختصره اللي حصل ايه. القصة ما كانتش حتى اللقاء اللي انا طلعته هنا في اون مع كابتن شوبير واتكلمت فيه على القصة. لا، كان في اجتماع هو عمل مستر بريرا موجود في اتحاد الكورة، طلب الحكام، لان عارف ان الحكام يعني كان في مشكلة، يعني كنا في رمضان وقعدنا اتكلمنا وطلب الناس تتكلم، فاتكلمت معاه، فالكلام ما عجبوش، واتكلمت معاه بكل ادب يعني ما كانش فيه اي تجاوزات، فالكلام ما عجبوش. فبعد الاجتماع عرفت ان هو كلم الكابتن مجدي رزق وقال له عاشور خلاص ما تدروش مباريات لان الكلام مش عاجبه. فكان ابراهيم كان حاضر، فاحنا اتكلم. لو بريرا كمل تعتزل التحكيم ولا عندك فرصه تكمل؟ لا، ما انا هو انا مش اعتزل عشان بريرا موجود، انا بالنسبه لي ما هو الراجل ما بيديكش. لا، ما دي تبقى مشكله ثانيه. طب ما هي كانت مشكله اولانيه. والاتحاد بقى يبقى خلاص، هو لو الاتحاد فضل بالطريقه دي والامور سلبيه. طب ما هو فضل الاتحاد